اهلا بيكم يا صحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا هوريكم ازاي تعملوا الزينة من الورق. تمام، هنجيب الورقة دي هنتنيها تانية كده، وبعديها هنتنيها تانية مرة تانية. تمام، وهنجيب المقص، هنفتح الحتة دي كده ونقص كده. بصوا انا عايزة احذركم من حاجة، لو انتوا قصيتوا للاخر كده خلاص الزينة هتبوظ عشان هتتقطع، ف بصوا سيبوا حتة صغيرة كده مش مقصوصة. ماشي، بص كده. وليه انا بقول لكم اتنوها؟ علشان تكون اسرع بكتير، يعني القصة الواحدة باربع قصات. اهو بصي سريعة قد ايه، يعني لما انتوا تتنوها تبقى احلى. وخلوها رفنتوها كده صغيرة كده علشان تبقى احلى، ما تخلوهاش تخينة، سيبوا مسافة صغيرة مش لازم كبيرة قوي، برضو مش لازم تقصوها تخلوها تخينة، او حتى كمان لو غلطتوا في حاجة افتحوها وشوفوا الغلط فيها. اهو كده، اخر حتة وبس. ودي خلصت الزينة، هنمسكها بقى من هنا كده، يعني من فين اهلا بيكم يا صحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا هوريكم ازاي تعملوا الزينة من الورق. ماشي، هنزين الورقة، كل اللي هنحتاجه بس هي ورقة ومقص. وهنجيب الورقة نزينها كده كده، ندوس عليها بقوة من الناحية التانية، نزينها تانية كده، ندوس عليها برضو بقوة. وبعديها هنجيب المقص، يعني جيبوا كراسة، ورقة كراسة علشان تعرفوا، ما تقصوهاش كده، تقصوها من الناحية دي. ماشي، الناحية دي هنقصها كده، وسيبوا حتة صغيرة برضو علشان لو قصيتوها للآخر هتبوظ الزينة خالص، هتتقطع. ولو برضو غلطتوا في حاجة يعني ممكن تفتحوها وبعديها تعدلوها، تشوفوا ايه الغلط فيها وتعدلوها، وما تسيبوش حتة طويلة، سيبوا حتة صغيرة سيفة زي الحتة دي. برضو عايزة اقول لكم حاجة، ما تخلوهاش تخينة القصة، يعني ما تخلوهاش تخينة، خلوها رفنطوعة علشان تطلع حلوة، يطلع شكلها احلى. كده، وليه بقى ليه لازم نتنيها؟ علشان التانية يعني القصة تكون سريعة جدا، يعني اللي عارفين القصة الواحدة بكم قصة؟ باربع قصات. نجي ونفتحها كده تمام، بس في حتة وحشة غلط، بصها كده مش مشكلة خالص. ماشي،
وبعديها هنمسك الورقة من هنا، وبعديها هنفتحها كده، هنمسكها كده نقطعها كده، وبعديها الناحية التانية نقطعها كده، يعني تسيبوا واحدة كده، اللي انتوا قطعتوها تسيبوها وتيجوا للي جنبيها كده. بعديها كده، بعديها كده، علشان لو انتوا قطعتوا دي هتقع خالص، لازم تقطعوا اللي جنبيها. فوق تحت فوق تحت، كده كده. وادي الزينة بتاعتنا اكتملت. بصوا بصوا قد ايه كبيرة قوي، بصوا كبيرة قوي. وانتوا ممكن تعلقوها، ممكن تزينوا بيها اوضكم، ممكن تطيروها. والفيديو انتهى، ياريت يكون الفيديو عجبكم، والمرة الجاية انا هوريكم ازاي تعملوا الضفدع من الورق. باي باي.